عموما راح ناخذ الموضوع من ناحيه نفسيه وسلوكيه ايضا مع دكتور ماجد قنش معنا عبر الهاتف. يا هلا فيك دكتور ماجد. اهلا فيك يا هلا بالاستاذ تراد وجميع المشاهدين والمستمعين الكرام. حياك الله معنا. أهلا. طيب هي مواجهة الأشخاص في حكاية السلف، أنه يا فلان أنت استلفت مني متى راح ترد لي المبلغ، مسألة شائعة وحصلت في كثير من الأوقات، أوقات ما يتم حتى رد من الشخص المتسلف لأنه ما يقدر أو ما فيه أو ما يبغى، مع العلم أنه زي ما قدرت ترفع سماعة وتطلب سلف تقدر ترفع سماعة وتعتذر عن هذا التأخير. كيف ممكن نحس إحنا بمتعة في هذا العطاء اللي من الاشخاص اللي بيعطوه بالشكل السليم من غير ما نؤذى من الاشخاص اللي بيماطلوا معانا دكتور ماجد؟ طيب في البدايه اقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. انا حبدا كلامي بقول الله تعالى: واذا تداينتم بدين فاكتبوه. هذا اول حاجه في شرعنا الاسلامي، ان احنا اي دين نتداين فيه لابد نكتبه. من موت من حياه طبعا. بعض الناس يتضايق من عمليه الكتابه هذه، وطبعا هذا اكبر غلط ان احنا ما نكتب الدين، لان الله عز وجل امرنا بالشيء هذا. صحيح. خلينا نبداها بشكل اخر. قالوا في الامثال زي ما قالت واحده من الاخوات في التغريدات: السلف تلف والرد خساره. تمام. غير كذا انه بعض الناس للاسف لما يجي يتسلف منك، انا جيت اتسلفت من طراد مبلغ 500 ريال. ال 500 يمكن في شغل طراد كراتبه مثلا 10000 ولا 20000، انا عارف من هو طراد واعرف انه راتبه كذا، ما جت سلف منه 500 اقول له والله الشهر الجاي اديك اياها، لما ما يجي الشهر بدايه نهايه الشهر وما اعطيته اياها، انا ححط في بالي طبعا اساسا انه والله طراد هو مو محتاج ال 500، لو محتاج ال 500 كان يكلمني. صح. هي. بعض الناس يجي، يعني انا اقول لك قصه بسيطه في الموضوع هذا. بس طبعا هذا ما المفروض يحصل دكتور ماجد، لان المفروض الواحد مهما كانت الظروف وحتى لو كان مقدره. هو انا اقول لك الاشياء الغلط اللي انا فاهم، بس عشان نوضح للناس اللي ممكن ما. نعم. هذا من الاشياء الغلط طبعا. بعض، يعني انا مره حضرت قصه لشخصين وكانت القصه هذه قدامي. جاء واحد قال له انا ابغى منك سلف 5000 ريال. فقال له بوس يدي. قال له استحي على وجهك، كيف ابوس يدك؟ يعني انا توقعت انه ايش يقولها بدعابه يعني. الرجل لا، كان جدي في كلامه في البادي لانجوج حقه، كان جدي. قال له بوس يدي. قال له طب ليش ابوس يدك يعني؟ انا عارف. عشان اتسلف منك 5000. قال له لاني عشان ارجع ال 5000 ريال هذه حابوس رجلك، حابوس يدك 10 مرات. صح. فالعمليه ياخذ حقه من البدايه، عارف؟ اي فياخذ حقه من فالعمليه هنا تكمن في من هو الشخص اللي انت تبي تسلفه. صح. طبعا زي ما قالت اختنا الفاضله اللي معاك حكايه مروه لمياء استاذه لمياء، قالت انا اسلف اخواني واخواتي، وفوق هذا كله برضو انه اختها كرهتها السلف. اختك ما حد دخلك البيت اليوم. بعض الناس للاسف ما يوفوا بالوعود والعهود. تمام. وهذا اساسا مذكور في كتاب الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعهود احلت لكم بهيمه الانعام فاوفوا بالعهود. شايفه؟ فعمليه الدين هذا ايثاب العهد، كيف انت تعرف الشخص هذا حيرد لك المبلغ ولا ما حيرد لك المبلغ؟ كاول مره انت سلفته تعتمد على شخصيه الشخص هذا، انت ما حتيجي تسلف واحد، ما حيجيك واحد من الشارع يقول لك اعطيني 500 حتوافق عليه، لا، حيجيك ممكن اخ، ممكن صديق، فانت اكيد معاشه، فانت بحنكتك وسياستك تعرف الرجل هذا والله وفي ولا ما وفي. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه لما يجي دائما سبحان الله صاحب الحاجه يجي زي ما اقول يتمسكن حتى يتمكن. صحيح. نصابين من الاخر عشان نكون واضحين اكثر دكتور ماجد، يكونوا نصابين. ها؟ يكون عشان نكون واضحين اكثر. نصابين في الموضوع هذا كثير. نصابين في الموضوع هذا، وترى الموضوع هذا انا سلي كثير جدا، ولكن للاسف ما اخذت الدرس. طيب دكتور ماجد، كيف ممكن نقارن بين لهجة الإنسان لما يكون في مأزق وطريقته الدائمة في عدم الوفاء بالدين؟ شوفي، الطريقة هي صعبة أنك أنت تحدديها مع كل الناس، ولكن الطريقة زي ما قلت لك تعتمد على الباك جراوند اللي أنت تعرفيه عن الشخص هذا. هل الشخص هذا وفي أساسا ولا ما هو وفي؟ هل الشخص هذا زي ما قال أخوي طراد، وأرجع وأكرر وأكد على النقطة اللي قال فيها طراد، عملية الحلف اللي يحلف باستمرار هذا لا تصدقوا. صح. لا تصدقوا، لانه هذا جعل الله العرضة لايمانهم، ولا تجعل الله عرضة لايمانكم. فعمليه ان السلف هذا انه انا يحلف والله لا ارد لك والله لا وتسمعوا يحلف طوالي، هذا نصيحه انا اقولها على المشهد العالم عبر اذاعتكم الموقره وقناتكم الموقره.
لا تسلفه ابدا على مسؤوليتك وعلى مسؤوليتي ايضا شخصيا من واقع وعلى مسؤوليتك انت صدقني صدقني انا لا لكن في ناس سبحان الله يوفوا بالعهود يقول لك والله انا يوم 30 في الشهر حجيب لك المبلغ ففعلا قبل يوم 30 يعطيك المبلغ او يوم 30 يعطيك المبلغ فهنا عمليه بدايه الكلام عمليه البادي لانجوج اللي يخش فيها المتسلف هذا تقدر تحكم انت من خلاله وايضا الشيء الاساسي هو الباك جراوند اللي تعرفه عن الشخص هذا صحيح. دكتور ماجد قنش ما تخيل سعادتنا بوجودك اليوم واثرائك حلقتنا وفكره البرنامج الفقره اليوم من حكايه سلف او حتى تبعاتها او حتى ما قبل السلف حقيقه نحتاج لمعرفه هذا الشيء. شكرا لوجودك كاستشاري علم نفس سلوكي في حاجات كثير في حياتنا مؤشرات او حاجات بسيطه ممكن نستشف منها اذا كان هذا الانسان يعني على قدر كافي من المسؤوليه انه هو حيرجع الفلوس او حتى في اي شيء ثاني. فاحنا لا نستتفه ولا نضيع نصايح الناس اللي بيقولون اياها لمجرد ان احنا طيبين. الطيبه حلوه والمساعده جميله والعطاء مهم ولكن كل شيء في محله ولكل مقام مقال. لا نقعد نكون ضحيه لا نكون ضحايا انفسنا قبل ما نكون ضحايا هؤلاء الاشخاص لانه النصابين كثير وفي ناس ما تخاف الله زي ما في ناس جدا حريصه وتخاف الله. اكيد طبعا ولسه مكملين الكثير من فقرات اليوم حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل.